السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مختبري. فيديو النهاردة عينة جديدة، عينة يورين أو بول أو إدرار زي ما بتسموها. العينة دي نزلتها لكم في فيديو صغير كده على القناة وعلى الفيسبوك، وكلكم كتبتوا تقاريركم الموجودة في العينة، والأرقام اللي انتوا كتبتوها طبعا كانت متفاوتة كتير ومختلفة كتير. خلينا نشوف العينة مع بعض ونكتب التقرير المناسب ليها. زي ما انتم شايفين العينه فيها بص وفيها اربسيز وفيها نسبه من الابيثيليال سيل، فيها كمان الفقاعات الكبيره دي وهي فقاعات هوائيه اكيد كلكم عارفين. خلينا نوقف كده فيديو العينه على صوره واضحه ونبدا نفحصها بالتفصيل. زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو الخاص بشرح تحليل البول عملي، احنا بنوقف الفوكس اللي بيكون فيه واضح شكل العينات بتاعتنا ونبدا نقسمه بعينينا لاربع ارباع، وبعد كده نبدأ نعد كل العدد الخلايا اللي موجودة في ربع واحد لو كان طبعا العدد كبير، لو كان العدد قليل بنعده كله مرة واحدة، لكن عشان هنا العدد كبير هنقسمها اربع ارباع ونعد كل ربع لوحده. زي ما انتم شايفين لو خدنا اي ربع من الاربع ارباع اللي احنا قسمناهم دول وعدينا كل عدد الخلايا اللي فيه، هنجد ان عدد الار بي سيز واللي بيميزها اللمعه بتاعتها هي شكل الخليه هنا مش كامل الاستداره لانه هي اتسابت فتره، فبالتالي حصل فيها زي تغير في شكلها، ولكنها برضو تظل اصغر من البصلز وكمان فيها لمعه كده مميزه ليها. فعدد الار بي سيز انا شايفاه يعدي 25، اذا نسبه الار بي سيز هنا اوفر كاونت او اوفر 100 زي ما بنسميها. اما البصل وهي اكبر شويه واضح فيها النوايات، هو عددها هنا انا شايفاه ممكن يدي مثلا 20 18، فانا هحسبها مثلا من 50 ل 75 او من 75 ل 80 وهكذا، يعني اقل من 100 شويه ولكن برضو العدد كبير لانه فيها ما فيهاش لمعه وكمان واضح فيها النيوكلس بتاعتها من الداخل واضحه فيها. والابيثيليا سيل انا هقدرها هنا بلس 1 لاني شايفه عدد قليل كده موجود في وسط الخلايا، انا مش شايفه اي نوع من انواع الاملاح فمش هكتب اي نوع من انواع الاملاح هنا. خلينا بقى نشوف تقاريركم والقيم اللي انتوا كتبتوها ومين افضل واحد او مين اكتر واحد حط القيم الاقرب للقيم الموجوده او اللي انا قلتها دلوقتي، واستنوا كمان فيديو جديد ان شاء الله قريب لعينات تانية من اليورين وستول، ولو حابين تتابعوا باقي العينات وشرحها هتلاقوها في البلاي ليست اللي هتظهر فوق دلوقتي او موجوده كمان في اول تعليق مثبت. اتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم، اسيبكم في حفظ الله ورعايته واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامه.